اهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. هنشوف طبعا اسعار الخضار في سوق العبور للجمعة. طبعا الطماطم ابتدت ان سعرها يريح شوية، البصل رجع تاني يعني سعره ابتدى ان هو يشد، وقلنا الكلام ده قبل كده وده المتوقع من بدري. طيب هنشرح كل التفاصيل في الفيديو، وهنشوف اسعار الكوسة واسعار الخيار واسعار التوم والطماطم والخيار، فتابع معايا الفيديو. بنشكركم على مشاركتكم طبعا للفيديوهات، بنشكر كل من عمل لايك للفيديو واشترك في القناة. طيب بالنسبة للأسعار يا جماعة، عشان بس تبقى عارف يعني سبب ارتفاع الأسعار وسبب انخفاضها، ده طبعا حسب المناخ. بمعنى ايه؟ والله طبعا لو الجو معتدل هتلاقي الزرع كتير والجمع كتير، يبقى العرض كتير فالأسعار بتهدى شوية. والله المناخ مثلا الجو حر، يعني زي الطماطم مثلا كده، لما الجو طبعا بيكون حر فبيبقى فيه هالك كتير في الأرض، فالجمع بيبقى قليل، فالبيع والشراء في الطماطم مبني على كمية العرض والطلب بالنسبة للطماطم. والطماطم طبعا كلنا عارفين ان كل يوم بسعر، فيعني متابعينا عارفين الاسعار لحظة بلحظة، لان احنا بنرفع لك فيديوهات على طول بنعرفك فيها الاسعار. بالنسبة لاسعار الخيار، في خيار يا جماعة يبدأ من 7 جنيه لحد 9 جنيه، وفي خيار جودة عالية طبعا يعني ممكن 9.5 حسب الجودة. بالنسبة لأسعار البتنجان الرومي، في لحد 6 جنيه بالنسبة للبتنجان الرومي، يعني هتلاقي في 4 جنيه، في 5 جنيه، في 6 جنيه، كل الأسعار موجودة. العروس طبعا يعني معاك يبدأ من 7 جنيه لحد 9 جنيه، من 7 جنيه في العروس لحد 9 جنيه. طيب أسعار الطماطم، أسعار الطماطم يعني قبل كده وصلت 500 جنيه لعداية، و550 و450. النهارده طبعا يا جماعه في عدايات طماطم طبعا في سوق العبور بالعدايه، زي ما انتم عارفين طبعا وزن العدايه من 18 ل 20 كيلو، فطبعا 350 لحد 370 جنيه، 350 370 جنيه. وفي عدايات اللي هي الكبيره شويه يا جماعه طبعا وزنها 27 كيلو، هتلاقيها طبعا 400 و430 حسب الجوده. فكل الاسعار في سوق العبور يا جماعه موجوده. طيب بالنسبة لأسعار التوم وأسعار البصل، الكوسة يا جماعة قبل ما ننسى، بس أسعار الكوسة، في كوسة تبدأ من 7 جنيه و8 جنيه، وأعلى جودة في الكوسة لحد 12 جنيه. أسعار التوم، في توم ب70، في توم ب65، وفي توم ب60 جنيه حسب الجودة. بالنسبة بقى لأسعار البصل، قلنا قبل كده يا جماعة إن البصل هيشد، وكان السبب إن ارتفاع درجة الحرارة عمل هالك كتير في البصل الفترة اللي مضت. لو تفتكروا لما كان سعره فيه ب3 جنيه و4 جنيه والكلام ده كله، فكان ابو 3 جنيه و4 جنيه ده كله كان جودته تعبانة وكان كتير جدا في السوق، والناس كانت بتستخدمه يعني ما فيهوش اي مشكلة شغال. طيب اللي قعد حاليا واستحمل درجة الحرارة دي البصلة الحلوة، طبعا الجودة عالية استحملت الحرارة ومرت مع الناس اللي هي مخزنة البصل، فعلشان كده اللي قعد قليل شوية فأسعاره شدت شوية. يعني في النهاردة ده سبب الارتفاع يا جماعة، في النهاردة في البصل الاحمر في لحد طبعا 14 جنيه و13 جنيه و12 جنيه، والبصل الابيض في لحد 16 جنيه و15 جنيه حسب الجودة. ده اسعار البصل في سوق العبور يا جماعة. طيب ممكن تلاقي في بصل لحد 7 جنيه، وبصل لحد 8 جنيه، ولكن هتلاقي جودته طبعا تعبان اللي احنا طبعا كنا بنتكلم عنه. انما البصل الصايمة اللي هتشتغل معاك وتتخزن معاك فيها لحد 14 جنيه في البصل الاحمر و13 جنيه، والابيض فيه لحد 16 جنيه و15 جنيه. شكرا لكم.